كمل كمل. الملعب جالس يستمتع في الملعب وانت حضرت الملعب، حضرت المباراه في الملعب، كيف اجواء الملعب؟ خرافيه صراحه. يعني المباراه هذه اللي حضرتها انا جمهور النصر صراحه ذكرني بشيء من جمهور الاتحاد وجمهور الفريقين، وتشاهد جمهور الفريقين. شوف المباراه هذه والله العظيم انا حضرتها للنصر صراحه الجمهور كان غير صراحه، كان متفاعل، يعني في تفاعل يا كابتن والتعطش غير، يعني تفاعل، يعني متفاعل قاعد يساعد الفريق داخل الملعب. طيب مو كان وقاعد يحفز الفريق، الاجواء كلها مهيئه ان النصر يروح يتاهل. والله يتهيأ لي صراحه. لا اتكلم لك مش اللي ذي مباراه الوحده، انا اقول لك يتهيأ لي يعني. يتهيأ لي انه النصر على، شوف بقول لك شيء، والله اللي عنده اعضاء شرف النصر ما يخاف، بس اللي يلعبون اللاعبين شيء مخيف. اللي يلعبون اللاعبين يا كابتن، اللاعبين مين اللي قاعد يهيئهم ومين ومين ومين؟ يعني والله شيء مخيف يا كابتن.